كل مرة أقول بصور لكم الميك اب وأنسى. إن شاء الله يوم. Let's go. جاية مخبز أبغى أخذ حلا مع القهوة. فبصراحة ما في أماكن كثير مفتوحة لأنه اليوم يعتبر كندا دي، فالأماكن كلها مقفلة. فيلا لقينا هذا، فإن شاء الله نلاقي أشياء حلوة. أوكي خذيت من هذولي. هذه إن شاء الله يكونوا حلوين، لأنه أشياء ثانية الموجودة زي كذا بقلاوة ما أدري إيه، وأنا ما أبغى حاجة ثانية. هنا كمان كيكات بس نبغى نغير شوية. كأنه مغيم شوية بس في رطوبة، إن شاء الله ما تمطر. إحنا الحين رايحين تورونتو آيلاند. شوف البوت، أحب هالمكان، رايق مرة. شكلي حاخذ صورة هنا. أهم شيء. بيبي امسكها. أوبس. وصلنا وصلنا. هذا يعتبر وسيلة مواصلات. هذا يعتبر وسيلة مواصلات لتورونتو آيلاند. وصلنا. أبغى أروح هناك أتصور معاهم بس ما أدري، أهم شي دخلت علي بس ما أدري، أخاف أتزحلق وأطيح. بس المنظر مرة حلو. يا ويلي. Remember me؟ شوف متى ينزل، لما ينزل تعال الصباح لا تجي العصر كذا يقول لي كذا تخلص الدم. تعالي تتو جنبي. انحاشت. هي قاعدة تلعب لحالها. باي. شكلها كأنها خايفة. واو دي از جوينج اب. ياي.
التلفريك من زمان بدي أجربها. ها مامي تقفل الكراسي. آخر ناس آخر ناس الحمد لله لحقنا. يما بس تخوف. بسم الله. وهو والله إنها فوق مرة. وي بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فوق مرة؟ والله إنها فوق مرة. بسم الله. منظر يجنن. منظر مرة حلو. واو. البيت بصراحة كان يوم طويل بس كان حلو، والجو كان الجو كان خطير. له برد وله حر بس في كذا نسمة هواء، في شوية رطوبة بس في نسمة هواء. خاصة يوم رحنا الايلند كان الجو خطير مرة ما شاء الله. الحمد لله كان يوم جميل صراحة. المهم بسطنا وغيرنا جو. هذا عين فيها ميك اب، هذا العين ما فيها ميك اب لأنه ايش فيه فوكس راح. ايوه المهم هذه العين فيها ميك اب، هذه العين ما فيها ميك اب لانه عيوني ما ادري ليش دمعت، وقمت احكها كذا خلاص يعني وصلنا البيت فحكيتها كذا ونحاس كل الميك اب. تقريبا راح لاني ما قصرت في عيني. المهم ما ادري ليش صايره عيني تتحسس مره من العدسات، مع اني ما البسها كثير بس مره صايره ما تتحمل العدسات. ما ادري ليه يبغالي اجيب او انا اكشلي عندي القطرات اللي تنظف العين وترطب العين، قصدي عندي بس دائما انسى استخدمها. بسوي معاكم روتين المسائي معني تعبانه. وهل كان الساعه كم الحين؟ اعتقد انها الساعه 2 الحين. المفروض اني انام لانه بكره كمان عندي بكره بيجوني صحباتي، فراح يكون يوم طويل وانا ما نمت الى الان. ما ادري ايش بسوي صراحه. هالفتره صايره بشرتي تجنن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قاعد يساعدني ببشرتي اللي هي المجموعه هذه اللي اسمها ميريكل سكين، ولا اسمها اللي اسمها ميريكل كريم اتوقع. ميريكل كريم، هذا كريم الميريكل كريم، هي كلها المجموعه كذا. هذا الميريكل تونر وهذا الميريكل سيرم. هذه الاشياء اللي انا استخدمها. وفي كمان غسول، غسول شويه يعني يبغى له غسول قبل الغسول. فهمت علي كيف؟ الغسول يعني تحسونه ما ينظف مرة. الشيء اللي ينظف بشرتي صدق اللي هو هذا اللي من لاغوش بوزيه، مرة ينظف بشرتي، مرة يعني مرة خطير. أنا بالنسبة لي هذا مرة يفادني. أنا بشرتي من النوع الحساس يعني درجة إذا غيرت الغسول على طول اليوم الثاني تطلع لي حبوب، فمرة حساسة بشرتي. هذا مرة مناسبني. خلنا نحط عليه. هذا مرة مناسبني هالفترة وما أعتقد راح أغيره، لأني يعني كل ما حاولت أغير وأسوي حركات بشرتي تخرب. فأنا هذا الغسول حقي مستحيل أغيره، يعني من فترة طويلة أستخدمه وحاولت أغيره كذا مرة وبشرتي ما تستجيب إلا مع هذا. الباقي يطلع لي حبوب، فأنا مرة يعني بشرتي مرة حساسة من أي شيء ممكن تطلع حبوب. وكمان ما تنتظر يوم يومين، على طول نفس اللحظة اليوم اللي بعده وجهي كله مليان حبوب. فهذا الغسول حقي
لورج بوزي، وهذا المجموعة اللي أنا طايحة فيها الآن مرة أحبها، مرة حلوة. كره هذا مجموعة الحجم الصغير، يعني أنا أطلبه من موقع ما أدري إيش اسم الموقع صراحة، ما أذكر إيش اسم الموقع، بس ما كان عندهم الحجم الكبير، كان مخلص وأنا كنت أبغاهم صراحة وطلبت الحجم الصغير. فأنتوا جربوا الحجم الصغير وإذا حسيتوا نفعتكم اسمها ماريكا، فجربوها الحجم الصغير وإذا عجبتكم كملوا أو جيبوا العبوات الكبيرة. فيا تقريبا هذه هي سر جمال بشرتي هالفترة. أنا صراحة مرة مغرمة في بشرتي هالأيام، لأن الفترة اللي فاتت يعني كنت مرة يعني متعبني، الفترة اللي فاتت كانت مرة بشرتي تعبانة، والحمد لله ما راح أتفلسف مرة ثانية، لأني أحب السكين كير والمدري إيش وحب أجرب، بس بشرتي أبدا ما تعطيني فرصة أني أنا أجرب، على طول يعني تتحسس. فعشان كذا هالفترة هذه هي الأشياء اللي أستخدمها وبس. فخلينا الحين أبدأ أغسل بشرتي وبس. عطشانة وعطش اليوم مرة، نسيت أشرب موية، مرة عطشانة من أول، أنا أعبي هذه وأشرب، أعبي هذه وأشرب، لأنه يوم ما أشرب كذا يوم كامل أحس بالليل كذا أقدر أشرب 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 وأحس لسه عطشانة، فهذا غلطتي أنا أصلاً. الحب أني مريضة. أوكي، بعد ما خلصت من الغسول الأول أستخدم الغسول حق ميريكل. اللي هو هذا، هذه الشركة معروفة، هي شركة كورية وكمان سعرها مرة حلو، فجربوها إذا أنتوا عندكم مشاكل بشرتكم، جربوا ممكن هذا تفيدكم. أنا عن نفسي فادتني، بس زي ما قلت لكم أكثر شيء الغسول حقي. اوكي كذا صارت بشرتي مره نظيفه واحس اني قاعده اتنفس، خاصه مع هذا الغسول. اخر شيء يعطي زي البروده في الوجه، مره حلو. خليني اقرب اوريكم بشرتي من غير ولا نقطه ميك اب، بتكون تحسن مره، تغيرت عن اول مره، تغيرت. بعض الحين تبقى بقايا كحل تحت العين مهما نظفتها تبقى شويه، فاجيب زي عود الاذان هذا بشكل خفيف عشان ما تخرب عندنا المنطقة هذه، لأنها حساسة تحت العين مرة حساس. بس أسوي كذا بشكل خفيف، كريم مرطب حقتي خلاص مات، والله مات، يبغالي واحد جديد. مشكلة أغلب الأشياء اللي أستخدمها ما تكون متوفرة على طول، عرفتوا اللي لازم أطلبها، لازم تطول لين تجيني، لازم أسبوع أسبوعين يعني، ما ادري. حاولت اني اجيب اشياء اقدر احصلها في الصيدليه هنا، بس ما ادري ما ناسبتني يعني، وانا ماني فاضيه صراحه اجرب يعني. انا يكفي اول كنت اجرب على بشرتي، لاني حتى رحت عند اخصائيين وكان يعطوني اشياء ولسه. المهم تقريبا هذا روتيني السريع، ما ادري ايش تحكني. المهم هذا روتيني السريع، ما فيه لخبطه كثير، تقريبا حتى هذا هو نفس الروتين الصباحي حقي، يعني المساء والصباح نفس الروتين، بس انه اللهم الصباح احط زيادة واقي الشمس، بس هذا الشيء زيادة، اما كل شيء كل شيء كل شيء نفس الكريمات نفس الغسول نفس كل شيء. تعرفوا ايش نسيت؟ نسيت التونر، هذا التونر مرة خطير، اذا ما جبت المجموعة جيبوا هذا التونر وجربوه، مرة خطير. هذا كمان من الأشياء اللي مرة غيرت بشرتي يعني. المهم هذا النتيجة النهائية اللي ننام فيها دايم. الحين أقول لكم تصبحون على خير، أتمنى هذا الفيديو عجبكم، إذا عجبكم لا تنسون تشتركوا في القناة، تفعلون زر الجرس عشان أكون أنا مبسوطة وأنتم كمان تكونوا مبسوطين. تصبحون على خير، باي.